أكد وزير المالية أحمد كوزوك أن مستويات الديون بأفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وأن تحالف ديون من أجل التنمية المستدامة يمكن أن يكون جزءا من الحل في قضية التمويل بأفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة. قال كوزوك خلال لقائه مع الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا كلافر جانيتي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون وتسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية. شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب بجلسة حوارية بصندوق النقد الدولي بعنوان خلق فرص العمل وتعزيز النمو. وخلال الجلسة استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية، حيث أشار الوزير إلى التوجه الحالي للحكومة نحو خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد مع زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول عام 2030. استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مشروع شركة غارديان جلاس في مصر لإنتاج الزجاج، والذي يستهدف الإنتاج لقطاع مواد البناء والتصدير للأسواق الإقليمية وغيرها. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مسؤولي الشركة والتي تعد إحدى الشركات العالمية لصناعة الزجاج، حيث أضاف الخطيب أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وإجرائية من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية مصر. افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الشريف فاروق بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الإسكندرية. وأكد وزير التموين أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام. التقى محافظ المنيا عماد كدواني عددا من المستثمرين في إطار سلسلة اللقاءات التي يتم عقدها مع المستثمرين ورجال الأعمال لبحث خططهم في التوسع بالمشروعات والوقوف على جميع التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري. هذا وأكد كدواني على تقديم جميع التسهيلات وتلبية احتياجات المستثمرين وأصحاب المصانع والعمال وتوفير أوجه الدعم اللوجستي للارتقاء بمنظومة العمل داخل المنطقة الصناعية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 4%، إذ تقيم الأسواق الصراع المستمر في الشرق الأوسط والانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا الشهر. وعلى صعيد التداولات زادت الشهر المقبل وعلى صعيد آخر زادت تداولات العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.25% إلى 76 دولار و5 من المئة سنت للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.27% إلى 71 دولار و78 سنت للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.65% لتصل إلى $2.25 للتر، كما صعدت أسعار الغاز 1.51% لتسجل $2.56 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع مؤشر أسعار المنتجين في إسبانيا في سبتمبر الماضي بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008، ما يعكس استمرار تراجع الأسعار للشهر 19 على التوالي. يأتي هذا الانخفاض مع تراجع تكاليف الطاقة في سبتمبر بنسبة 16.8% مقارنة ب 6.2% في أغسطس، وهو ما يعتبر أكبر تراجع شهري منذ إبريل من العام نفسه. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة وإلهام، إليكم من جديد. أشكرك ليلى.